كاع ديانات كاينين اخويا، هذا الشيء اللي تنشوفوا دابا حاليا، اللي ولينا تنشوف الاغلبيه ديال المدن المغاربيه تيجيو سياح، تيجيو ناس، كاينين شي كاع ديانات اخويا تيجي بشكل عشوائي، ما تيلقى ما يدا، تيلبس جيلي، تيوقف في الشانطي، تيبدي بلاصه في عباد الله بواحد الطائقه غير قانونيه وغير شرعيه. الدوله خاصها دير شي تنسيق على هذا الشيء، هذا خاصها تجيب شي شائكه تكون مختصه في هذا الشيء ديال الكاديانات، اللي غتحط ناس واعيه وعارفه بالمسؤوليه وقاده بالمسؤوليه ديالها، والناس تكون اورغانيزي ويديروا لهم الحل. اما هذا الشيء العشوائي، وكاينين شي ناس ما نساوش، عاوتاني شي ناس دعاوش والله عما اضاع، حتى هما خاصهم ياخذوا حقهم، حيت شحال هما تلقاهم في هذا في المساكن هما اللي تيجيبوا منا طائفه الخبز اخويا. لا اله الا الله، حتى هما خاصهم يديروا معاهم شي حل اخويا، وهذا الشيء خاصو يتسالى في اقرب وقت. بالنسبه للحمله غتكون على اللي غارديان اللي ما عندوش لوطوريزاسيون، هذا السيد هذا اللي حنا اللي كنبلاصيو عنده هنايا عنده لوطوريزاسيون، كنجيو عنده ما كنلقاوش معاه مشكل في الفلوس، بعد مرات عندنا ما عندناش، كيقضي معنا الغرض، كيقول لك صافي ماشي مشكل، الطوموبيل ديالنا كنجيو كنلقاوها مزيانه. بالنسبه للحمله خصها تكون على اللي ما عندوش لوطوريزاسيون، اللي كيقول لك انا خصك تعطيني، كيدير معك واحد المونطون ديال ديغام ولا شي حاجه. بالنسبه لهذا السيد حنا كنعطيو 3 دراهم، مره 5 دراهم، مره ما عندناش كاع، كيقول لك سير الله يسهل عليك حتى المره اخرى، وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لي غارديان حمله هي مزيانه خايبه، حيت الله يحسن العون لجميع الناس راه خدامين، كاين الناس اللي خدامين على ولادهم، وكاين الناس اللي خدام على عائلات، يعني كاين الناس الله يحسن العون. غير هو المساله فين كاينه، يعني دوك الناس لاصيانه، دوك الغارديانات لاصيانه الاولين، الناس اللي معروفين وعندهم يعني سمعه طيبه في الحومه في الشارع في الزنقه، هادوك يبقاو. اما دابا هاد المشكل دابا اللي ولاد ديال هاد الدراري الصغار الله يهديهم اللي كيترموا عليهم، هذاك هو المشكل الوحيد دابا اللي كاين دابا حاليا. اما بالنسبه راه الله يحسن العون للجميع، راه بنادم ما كرهش حتى واحد، ما بغى يمد يدي على واحد اخر، راه الله يحسن العون. غير هو خصهم يقنوهم ويديروا لهم شي حاجه ديالهم حتى هما بلي بادج ديالهم، يكون داكشي نقي ويكون يعني شي حاجه نقيه، هذا هو اللي كاين بالنسبه لي غارديان. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.